بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد. الجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية ومعتدل على باقي الأنحاء. في كمان النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص ضعيفة لأمطار خفيفة غرباً على فترات متقطعة. خلونا بقى نعرف تفاصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا دكتورة منار. طمنينا أخبار الطقس إيه النهاردة، وهل هتستمر درجات الحرارة في الارتفاع الأيام اللي جاية؟ هو بالفعل اليوم لسه في استمرار في ارتفاع درجات الحرارة، ويمكن اليوم كمان هتكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة، لأن متوقع العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار. المناطق الجنوبية توصل ل 41 درجة مئوية بسبب طبعا الكتل الهوائية الصحراوية اللي بتأثر علينا، بالإضافة كمان وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة قدرات طلوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وإحساسنا بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد، أجواء نقدر نقول دافية المائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد. ده هيكون خلال فترات النهار، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تبدأ الكتل الهوائية الشمالية تأثر علينا، فهيكون في انخفاض في درجات الحرارة خلال فترة الليل، هيبدأ تدريجي ويكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر. الأوقات المتأخرة من الليل وفترة الصباح الباكر هنحس بالأجواء المائلة للبرودة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وأجواء معتدلة في المناطق الجنوبية، بالإضافة كمان أن اليوم مع فترات المساء وساعات المغرب هيكون في نشاط نسبي للرياح هيزود أحساسنا بانخفاض درجات الحرارة والبرودة اللي هنحس بيها خلال فترات الليل. بالفعل كمان اليوم في تكون لشبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لانخفاض في الرؤية الأفقية، لكن هي سرعان ما هتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس وتبدأ الرؤية تتحسن على أغلب الطرق. متوقع من غدا الخميس ان شاء الله تبدا اغلب مصادر الكتل الهوائيه تاثر علينا تكون كتل هوائيه شماليه، فهيكون في انخفاض في درجات الحراره بحوالي من 4 إلى 5 درجات على اغلب المناطق اللي موجوده في الجمهوريه، والاجواء هتكون اجواء ربيعيه من غدا ان شاء الله، وهتستمر معانا الخميس والجمعه والسبت باذن الله. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21، في العاصمة الإدارية 34-17، في الإسكندرية 25-17، في العلمين الجديدة 24-18، مطروح 23-17، ودمياط 27-18، بورسعيد 26-19، والإسماعيلية 36-18. أما في السويس فدرجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17، في العريش 30-18، كاترين 29-11، طابة 35-19، حلايب 30-20، أما شلاتين 33-23، في شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 24، في الغردقة 35-23. نروح للفيوم، هنلاقي هناك درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 18، في بني سويف 37-19، الوادي الجديد 40-19، أسيوط 39-20، سوهاج 38-21، قنا 40-21، الأقصر 41-22، وأسوان 41-23. خلصت كده النشرة المفصلة لحالة الجو، وعودة مرة أخرى لعبد الصمد ومنا ومتابعة أهم الأخبار والأحداث النهاردة. عودة ليك عبد الصمد ومنا. شكرا لك يا هلا، وشكرا موصول طبعا لدكتورة منار. شكرا.